أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذا الصباح الجميل. انطلاقة سليمة لشوطنا 23 في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. شوطنا 23 مشاهدينا متابعينا الكرام، شوط خاص باللقاية البكار المهجنات الأصايل، شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر. نسير مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة وأرى تحرير من انطلقة بناموس هذا الشوط في هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. تحرير لراشد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي من ينطلق بتحديات هذا الشوط في أشواط الإنتاج والمنتجين، تليها مع المركز الثاني. مع المركز الثاني انذار لمحمد بن حمد رعشيج العامري، ومع المركز الثالث يأتي التدخل والقدوم في هذه اللحظات بتحديات شعار سعيد بن محمد الكليلي على ظهر صواب. المركز الرابع من الجانب الآخر الانطلاق والتحديات لسمحة للسعيد لسعود بن محمد بن سيف النيادي متابعا لهذا الانطلاق. ومع المركز الخامس تتقدم شهد لخليفة بن عوض بن خويتم العامري. نتابع المركز السادس وأرى اشتعال لسعيد بن حمدان بن محمد بن بخيت الحميري. نتابع المركز السابع، سابع الانطلاقات وسابع التحديات، وسيلة لكاسب بن سالم بن كاسب المسافري. الدور دور المركز الثامن، ثامن الانطلاقات وأرى هني ملوحة للدكتور سعيد بن سالم بن علي الشيخ. نتابع المركز التاسع وأرى التقدم في هذه اللحظات وهذا الانطلاق الجميل أيضا. تحديات الهبة المبارك بن عمهي بن حميد المنصوري. ومع المركز العاشر، المركز العاشر مشاهدينا متابعينا الكرام، نتابع شهب علي بن سالم النايلي الشامسي من تتقدم شهب على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق وفي هذا الاندفاع المتميز. شوط من أشواط الانتاج والمنتجين في هذا العالم الساحر، ولكن لنا عودة مشاهدينا متابعينا الكرام مع الصدارة والبداية والمقدمة. وأرى هناك اللي قادت المجموعة تحرير راشد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي من يقدم تحرير بهذا الانطلاق وهذا الاندفاع المثير والرائع. المركز الثاني، المركز الثاني انذار لمحمد بن حمد رعشيج العامري. ومع المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات والتسلل من الجانب الآخر، من الجانب الآخر شهد خليفة بن عوض بن خويتم العامري يقدم شهد على مستوى المركز الثالث. رابع الانطلاقات سمحة لسعود بن محمد بن سيف النيادي من يعلن هذا التقدم وهذا الانطلاق على مستوى المركز الرابع. خامس التحديات، المركز الخامس، المركز الخامس هو لسعيد بن محمد الكليلي. ومع المركز السادس من الجانب الآخر أيضا اشتعال لسعيد بن حمدان بن محمد الحميري متابعا لاشتعال مع هذا الانطلاق المثير والرائع. ومع المركز السابع، المركز السابع أرهني شهب لعلي بن سالم النايلي الشامسي يقدم شهب. مع المركز السابع، المركز الثامن تصل رحيق لصالح بن علي بن صالح الحميري. وتاسعا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر التحديات أيضا والقدوم في هذه اللحظات، وسيلة كاسب بن سالم بن كاسب المسافري متابعا لوسيلة. مع المركز التاسع ومع المركز العاشر أرى التقدم في هذه اللحظات والتسلل مشاهدينا متابعينا الكرام مع الأسامي، مع الأسامي القادمة في هذا الانطلاق المثير اليازي. لعبي
عبيد بن سعيد بن زعل السبوسي يقدم اليازي مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام. أكملنا ندان الثاني، أكملنا ندان الثاني للعشر الأسامي المتقدمة في هذا الشوط، ولكن لنا عودة، لنا عودة مع الصدارة والبداية والمقدمة ولوحة الألف والميتين. غادرناها والشعر الراشدي من ينطلق بالصدارة مع تحرير راشد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي. من قدم الشايبة في شوطنا الماضي يقدم تحرير بهذا الانطلاق، تبى تضيف النقطة الثانية لهذا الشعار، وهالي أم غافة بمدينة العين أيضا يتابعون انطلاقات وتحديات تحرير، ولكن الاسم القادم مع المركز الثاني، مع المركز الثاني القدوم للشاهينية فيصل بن طالب بن شريم المري يقدم الشاهينية مع المركز الثاني. المركز الثالث رحيق للصالح بن علي بن صالح الحميري. المركز الرابع شهب علي بن سالم النايلي. المركز الخامس تصل الواصله لمطر بن ضعيه بن حمد بن غدير الاكتبي. واللحظات الاخيره، جوله الاوامر وتحرير على الصداره، تحرير على المقدمه منذ البدايه. الشاهينيه قادمه مع المركز الثاني، ولكن تحرير هي الاقرب. من هذه اللحظات لراشد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي. والنقطة الثانية على التوالي في صباح هذا اليوم. سلام مغافة سلام، اسعدتوا صباحا مع هذا الانطلاق المتميز. تهانينا لراشد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي على فوز تحرير بالمركز الأول. المركز الثاني الشاهينية فيصل بن طالب بن شريم. المركز الثالث الواصلة لمطار بن ضعية بن حمد بن غدير. المركز الرابع رحيق لصالح بن علي بن صالح الحميري. المركز الخامس تأتي بشعار الجري سعيد بن أحمد بن دري الفلاحي. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة، ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول تحرير إلى خط النهاية. 7 دقائق 35 ثانية، 4 أجزاء من الثانية، والنقطة الثانية لهذا الشعار على التوالي. تهانينا راشد بن محمد بن علي بن عمير الراشدي، وسلام أم غافة سلام مع هذا الانطلاق المتميز. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني هذه لحظات وصول الشاهينية. 7 دقائق 36 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لفيصل بن طالب بن شريم المري واللي وصلت مع المركز الثالث. مشاهدينا متابعينا الكرام، هذه لحظات وصول المركز الثالث. تاتي ايضا 7 دقائق 39 ثانية، 5 أجزاء من الثانية اللي هي الواصلة. تهانينا لمطار بن ضعيف بن حمد بن غدير الاكتبي. تهانينا للجميع والناموس.